باش نعملوا مع بعضنا طاجين الفستق، وهو اللي يسمع يقول باش يتكلف علينا برشا، وهو راه ما فيه حتى كعبه فستق. يسميوه طاجين الفستق على خاطر اللون هذايا الاخضر اللي جاينا من الجلبانه. الطاجين هذايا كانوا يعملوه مامواتنا وجداتنا قبل باش يبهروا بيه هكا عائلاتهم ولا رجالهم، ولا كانوا يسر عندهم خيال هكا في التطيب وفي الاسماء، يعملوه خاصه وقت اللي تربخ الجلبانه. وهاكم تشوفوا قديش منظره حلو وفيه برشا مكونات يعني مغذي. سي ان روبا كومبليت، نجموا حتى مع سلطه يكون لكم فطور ولا عشاء. وتوا باش نشوفوا مع بعضنا لي زانغريديون اللي باش نستحقوا لهم. عندنا 400 غرام جلبانه، عندنا كعيبه بطاطا صغيره، وعندنا كعيبه بصل. اول ما باش نبداو ساعه باش نطيبوا الجلبانه نتاعنا اللي هي هي اللي باش تظهر كاني فستق، خاطر طاجين الفستق هذايا راهو ما فيه حتى كعبه فستق. قولوا له طاجين فستق وهو ما فيه حتى كعبه فستق. الجلبانه هذيا نتاعنا حطيناها طيب، باش نحطوا معاها كعيبه بطاطا صغيره، وباش نحطوا معاها كعيبه بصل، كعبه بصل مقصوصه، ونخليوها حتى للي تيب زبده. للتختوخ متاع الطاجين عندنا زوز دورات دجاج، شويه زيت زيتونه، باش فواحهم ملح وفلفل اكحل وكركم. مش نستحقوا عظم للتخليط، جبن ايمونتال غابي فوندون تاع بريزيدون، شويه لوفور شيميك، فوله سمن من بعد للوجه متاع الطاجين. وللفورمه نتاعي باش نستعمل جديده كويسون. بعد باش نمشيو في الاثناء هذيا باش نحضروا التختوخ متاع الطاجين نتاعنا. عندنا هنا زيت زيتونه، الصدر نتاع الدجاج باش نحطوه هكاك من غير قصان على خاطر من بعد باش نفتفتوه بيدينا. هنايا عندي ملح وفلفل اكحل وشويه كركم. ونخليه حتى يتقلى، ومن بعد نمرقوه بشويه ماء ونخليه حتى يطيب. الدجاج هذايا صدر في ساعة ما يطيب. طيب باش نمرق بشويه ماء، شويه برك مش برشا، دوب اللي الصدر نتاعنا يطيب، ونغطيها ونخلي كل شيء يطيب. الجلبانه تطيب على روحها والدجاج يطيب على روحه. طيب باش ناخذوا الدجاج نتاعنا هذا اللي طيبناه زوز دورات وفتفتناهم جيد على الاخر، باش نزيدوا الجبن بريزيدون. التواجد نتاعنا في تونس يحبوا برشا جبنات. ومش نبدأ نفقس العبيمات، مبدئيا مش نحط 3 كعبات، مش نحط شوية من التختوخ اللي قعد لي يبنن ويزيد يجريه شوية وينقص لنا زادة من الاستهلاك متاع العظم. ديما هذه قاعدة في التواجن، نخليه شوية من التختوخ متاعه من الزيت اللي طافيه يعني باش تخلطوا بيه. هذه الفرشه الاولى تاع الطاجين نتاعنا، باش ناخذوا المول نتاعنا ومش نصبوا الفرشه الاولى. هاك الفول اسمن اللي قلنا لكم عليها في لي زانغريديون باش ناخذ منها شويه ونحطو هكا. شطروا هذيا للفرشه اللوطانيه وشطر الاخر للفرشه الفوقانيه. وديما نقول لكم راهو اسمن اختياري، اللي ما ياكلوش ولا ما يحبش المطعم تاعو ينجم يعوض بشويه زبده، بشويه جديده، حتى بشويه زيت، ولا ما يحطش بالكل. تاو باش نتعداو للمرحله الثانيه. هذيا الفستق نتاعنا اللي هو كما قلنا راه ما فما حتى كعبه فستق فيه، الكل جلبانه وبطاطا وشويه بصل. ما فهمتش علاش مامواتنا وجداتنا سميوه طاجين فستق، يمكن خاطر الفستق من زمان سومو ماهوش في متناول الناس الكل، حبوا هكا يخدعوا شويه في التسميه ويقولوا اللي هو اسمه طاجين فستق، لكن هو معمول كان بالجلبانه كهو ما فيه حتى كعبه فستق. بقينا اللي يحب يزينه بالفستق وهو مستجد ولبس عليه ينجم الفوق يذر عليه شويه فستق، هذيك تقط حاجه اختياريه. تو باش نرحي الجلبانه هذيا نتاعي وباش نستعمل باش نجريها شويه هكا التختوخ اللي قعد لي كيما قلت لكم نتاع الطاجين. لازم يولي كيما البوري.
شوفوا كل لون نتاعو محلاه. هذايا الطاجين نعملوه خاصه وقت اللي تربخ الجلبانه، وماذا بيكم تعملوه بجلبانه كي تبدا فريشكه، مش كي تبدا مش لي كونجولي معناتها. تو باش ناخذ شويه جبن بريزيدون، هذايا غابي فوندون، ونزيدو لك الخليط نتاعي نتاع الجلبانه والبطاطا والبصل اللي رديتهم بوري، ومش ناخذ ثلاثه كعيبات العظام اللي قعدوا لي، تو باش ناخذ رشه فلفل اكحل. ماكم تعرفوا الفلفل الاكحل ياسر يبنن، هذايا ديما نزيدوه في الاخر في اخر الاطباق الكل، وخاصه في التواجن، رغم اللي راهو تختوخ فيه فلفل اكحل، اما الرشه اللي نزيدوها في الاخر ياسر تعطي بنه. تو مش نخلطوا هذايا الخليط الثاني نتاعنا تاع الجلبانه، تعرفوا صدق، وشويه بركه لنسيت الخميره اللي احنا محضرينها، باش ناخذ منها نفه برك، هذه باش تعطيه فوليوم هكا ويطلع يجي ايري. تو باش ناخذ المول نتاعنا اللي فيه الخلطه الاولانيه، ومش نجيو نحطو ديليكاتمون فوق منه، ما تصبوش صبان باش ما يغرقش في وسطو الميلانج هذايا. هذوما التواجن متاع ناس بكري تحب لهم برشا وصعبين، ودي زيتاب وكل حاجه تيب وحدها وتحطوا بالسياسه، مش كيما التواجن متاع توك اللي خلط ودك في الفور. كملوا الخليط متاعنا الكل نصبوه بالسياسه. شفتوا علاش يسميوه طاجين فزدق؟ خاطر كي تشوفوا اللون متاعو حتى كيف يطيب من بعد تو تشوفوه كانه فزدق. نعاود نرجع لهكا السمن الفولة السمن نتاعي، كيما قلت لكم راهو ديما اختياري، هي تعطي بنة للي يحب السمن، كيبدا سمن زاد باهي هكا من بيجة وجديد ما حالش عليه العام ياسر يبنن التواجن. فما شكون اللي يدهن حتى المول كله بالسمنة، ما بون يجي قوي شوية. وبما ان احنا في تنويشة والدار دار كبيرة، قلنا ميسالش او عندك عيبات فزدق تو نحطوهم ما فيها باس، راهو اختياري ماهيش حاجه لازمه. تو باش ندخلوه للفور يطيب حكايه ربيع ساعة أربع دراج، حتى وين ندخلوا سكينة وتخرج شيحة، على فور شالور تورنونت 180 درجة. توا الطاجين متاعنا حضر، خرجناه من الفور، الريحة ما نحكي لكمش، المنظر زادة كيف كيف هاكم تشوفوا فيه، اش قولكم؟ هذا هو طاجين الفزدق اللي ما فيه حتى كعبة فزدق، كان اللي زيناهم من الفوق واللي هو بكله جلبانة، واللي هو تنجموا توكلوه زاده للصغيرات اللي ما يحبوش ياكلوا الجلبانه، توكلوه لهم بطريقه اخرى من غير ما يفيقوا بها. بالطبيعه الفور ما تختاروا اللي تحبوا نتوما، تنجموا تعملوه في طبق مدور، تنجموا تعملوه في طبق تاع كيك، كل واحد كيفاش يحب. تنجموا زاده تحطوا فرشه جلبانه ملوطه وبعد جبن وبعد فوقها جلبانه، تجي 3 كوش، كل وحده تتفنن كل واحد وكل وحده تتفنن كيما يحب، وينجم يكون وجبة هذية وحده من غير ما تعملوا معه حتى حاجة أخرى، خاطر تبارك الله شفتوه قديش فيه معنتها من حاجة، جبن ودجاج وعظم وجلبانة وبطاطا وبصل، يعني سيت ان روبا كومبلي، نجموا معاه سلايطة خضراء لواحد فطر ولا تعشى. كانت هذه الوصفة متاع طاجين الفزدق كيما تشوفوا فيها، شوفوا قديش منظرو حلو، قديش مزيان، قديش يشهي باش واحد يعملو، نجمو تعملوه حتى في فروحاتكم راو، نجمو تبدلو تعملوه في معنتها دي غامكا صغار، دي بورسيون انديفيدويل، حاجة ياسر حلوة، حاجة من تراثنا، مغذي كيما قلتلكم، بنين، فيه المكونات الكل، حتى مع سلايطة نجم يكون ان روبا كومبلي. وهاكم تشوفوا معنتها قديش نسينا متاع قبل كانوا فن عندهم
التطيب يعني وغرام، وكما قلت لكم من بكري يحبوا معناتها يبهروا رجالهم ديما، سيتي سا معناتها هذه هي اكثر حاجه يمكن كانت النساء اللي خلتهم مغرومين برشا بالكوجينه، انهم رجالهم يلزمهم ديما يكونوا بالنسبه ليهم مرتهم نساهم هي صنيفة، يعني ما فماش صنيفة أخرى في عوضها ولا تنجم تعادلها. هذيك علاش كانوا يبتكروا في الأسماء، يبتكروا في الوصفات، وهذيك علاش كما قلت لكم زيدا بكري مخيلة الشعرية متاحهم كبيرة، الإيماجينير متاحهم حتى في التسميات. تو هذا كما هذا طاجين اسمه طاجين الفستق، وهو راه ما فيه حتى كعبة فستق، احنا جوست كيكة على الفازة حاطين كعيبات من الفوق زينا بيهم، لكن هو الكل جلبانة والكل منافع متاع جلبانة، ونعملوه خاصة وقت اللي تربخ الجلبانة وترخاص وكهو الوليدات زادا كيف كيف اللي ما يحبوش ياكلوا الجلبانة في سير الايام تنجموا توكلوا هيلو من غير ما يفيقوا بها. وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، واذا فاتتكم الحلقة وتحبوا تعاودوا تتفرجوا فيها، ولا اذا انتم تحبوا تجربوا الوصفة، ولا اذا زاد عندكم وصفات زمنية انتم تحبوا تقولونا عليهم ونعملوهم هوني مع بعضنا، تنجموا تلقاو الحلقة هذه على قناة تنويشة في اليوتيوب ولا على نسمة كويزين.